سمبوسك بالايه؟ بالسجق. سمبوسك بالسجق. عندنا عجينة السمبوسك جاهزة اللي بنلفها دي على طول. عندنا السجق كمية سجق قليلة جدا، جبنة رومي، زيتون، فلفل، بصل، هناخد دقيق ومية عشان نلزق بيه في الآخر الايه؟ السمبوسك ده. والسمبوسك ده أنا هحطه في الفرن، مش هايه؟ مش هقليه. بس ناخد كده ايه؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نعمل نسوي الخلطة اللي هحطها جوه السمبوسك، لأن هي لازم تكون مستوية. عشان طبعا السمبوسك في تحميره أو في الفرن ما بياخدش معانا وقت خالص، سريع جدا. نقطع بس سجق صغنن حتت كده ايه؟ حلقات صغيرة. كده انا هعمل ايه؟ بصوا صغنن كده علشان لما احشي بيه السمبوسك تلف عليها عادي الورقه ما تقطعش. ماشي، كده لا محمين السكاكين ايه المره دي؟ تقطع الخشبه نفسها. انا عايزه ان شاء الله احاول اعمل لكم السجق ده ان شاء الله، يعني علشان ايه؟ كتير سالت عليه وانا كنت بقول الشراء اسهل، بس خلاص بدل كتير عايزينه هنعمله وكل واحد بقى براحته. طبعا هي العمايل اصح كتير جدا، بس هي ايه؟ شغلانه شويه. وبعدين هم بيحطوا حاجات غريبه جدا فيها، احنا هنحط لحمه بس فكش معاكي قوي، او ممكن نحط لحمه وفول صويا برضو حلوه، دي حاجات مش مضره. تمام، في ناس كمان بيعملوها بلحمه وبرغل ويطحنوا البرغل قوي مع اللحمه ويعملوا بيها. انا يعني ان شاء الله هعمل لكم حاجه كده، مره كده اعملها بالبرغل، مره نعملها بفول الصويا، للي بيحب ان هو يعمل السجق، عشان انتوا عارفيني بحب راضي جميع الاطراف ان شاء الله على خير. فهناخد كده معلقه من سمنه روابي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقة كده، كده حلوة. انزل بصلاية مقطعة جوانح صغيرة او ربع دايرة، ادبلها ادبلها قوي كده. مع طبعا ايه؟ سنة الملح بسيطة جدا، عشان عندي جبنة وعندي الايه وكمان فلفل اسود بسيطة برضو، عشان البصلة والريحة بس تطلع كده، والبصل بيتحمر يطلع ريحة حلوة. كده دبل بقى، نزل السجق يكمل بقى دبلان البصل ويسوي ايه؟ والسجق يستوي. قلبها حلو قوي فيها كده. نيجي بقى دلوقتي تهدى شويه بس صغننين، ممكن اهدي حبه حتى في طبق. عشان طبعا عشان استناها بقى كده هتقعد كتير. وابدا احشي بقى، بس هحشي بايه تاني؟ انا حطيت فلفل الحامي اهو، خدوا لفتين
زيتون. بصوا لو بردت هنحط عليها الجبنه، ما بردتش هحط الجبنه جوه هنا وانا بقلب. ليه بقى؟ لو انا حطيتها هنا هتلاقيها ساحت ومطت ومش عارفه اتصرف فيها، هتبقى ايه؟ هتضايقك في الشغل، مش لا هتعرفي تعمليها كل حاجه بس هتضايقاكي شويه. فاحنا نعمل ايه؟ نجيب السمبوسك كده اقفل زي ما اتفقنا، مثلث، قاعده المثلث اطلع بيه كده هنا اهو، عملت قرطاس ماشي. اجيب معلقه احشي بقى من ايه؟ الزيتون مع السجق كده، واحط شويه جبنه مبشورين كده عليها عشان دي سخنه تسيح براحتها بقى جوه الايه؟ جوه العجين كده ماشي. واجي في الاخر واروح لازقاها بالمادة اللاصقة السمغ بتاعنا بتاع الطيارات، مسميه صمغ الطيارات كده ماشي. بصوا كده نقفل كده على قاعة المثلث، راس المثلث نجيبها قدامنا كده ونحشي من كل الخلطة وشوية جبنة رومي ونقفل كده، واخر حتة بالمادة اللاصقة كمان بسرعة كده كده، راس المثلث اهي نخبصها على سجق. نجيب معلقة الجبنة الرومي احسن بدأت تلزق في ايدي ومش هتبقى ايه حلوة كده. وادي الجبنة الرومي عليها، انما لو الخلطة بردت معاكي اخلطي الجبنة الرومي عليها واشتغلي على طول عشان يبقاش عملت لك خطوة ايه تانية. تمام كده. انا بقى هعمل فيها ايه؟ هحطها في الفرن وهوريك هحطها دلوقتي ازاي في الفرن. اجيب بقى صينية خبز كده كده، ماشي دوم عزك ان شاء الله. بص كده هجيب بقى صينيه زي كده وفرشه ادهنها بالسمن كويس، سمن روابي، وارص هنا بقى الايه، واخلي دايما الحته اللي فيها لزق لتحت الصمغ بتاعنا ده كده. ابص على الفرن، ميرسي مفكرني بالفرن، ودي حاجه مهمه جدا ان المخرج بتاعنا يبقى مصحصح واخد باله من كليه حاجه. ادي كده افردها بقى حلو كده عشان ابدا اشكلها زي ما انا عايزه وبالسمك اللي انا عايزاه. انا مش هعملها رفيعه قوي ولا سميكه قوي.